اليوم النادي الاتحاد قدم مباراة جميلة جدا، خسرها بهدف ولكنه كسب الأهم. الاتحاد السنة هذه قاعد يمزمز في البطولة الآسيوية. هو نبارك لنادي الاتحاد، نبارك للوطن فوز نادي الاتحاد. إذا تسمح لي بس فقط تقرير عن نادي الاتحاد ومباراته لهذا اليوم. من أراد كأس آسيا فعليه أن يدفع مهرها، ومن أراد مجد القارة فعليه الإطاحة بجنودها. قواعد كانت نصب أعين الاتحاديين الذين تسلحوا بثلاثية الذهاب ورحلوا لخوض موقعة الأرض والجمهور وظروف الإصابات الصعبة على ملعب كأس العالم بسيول، وسط تفاؤل ومخطط تنظيمي رسمه الداهية البلجيكي ديمتري، حرصا على التوازن والحفاظ على الشباك نظيفة. فأمن الخطوط بتوزيع نمور الاتحاد ميدانيا، وبدأ في مغازلة بطاقة التأهل عبر أداء محكم في ظل محاولات لم يكتب لها من نايف هزازي، مدعومة بتحركات خطرة من البرازيلي ويندل. ولأن الكوريون كانوا أمام الخيار الأصعب ليبدأ بحثهم عن مرمى الاتحاد في العشر الدقائق الأخيرة من الحصة الأولى دون جدوى، واستمرت محاولات أصحاب الأرض الخجولة في الحصة الثانية وسط وجود بعض الأخطاء الفردية الاتحادية التي يقف خلفها من يصلحها أحيانا، وتخطئ الكرة طريق المرمى في أحيان أخرى. أما العلامة الفارقة فكانت تألق وتميز المدافع مشعل السعيد الذي كسب نجومية اللقاء بدرجة امتياز، وتفوق على نفسه وعلى زملائه وعلى جميع المحاولات الكورية من خلال أداء بطولي ساهم في إنقاذ مبروك زايد من عدة هجمات خطرة في الوقت الذي كان فيه القائد الاتحادي محمد نور بعيدا عن مستواه المعروف. عبء كبير حاول ديمتري تخفيفه من خلال الزج بالجزائري زيايه بديلا لهزازي، لتعود الخطورة الاتحادية مجددا عبر كرة ساقطة أرسلها نور داخل منطقة الجزاء وخطفها النمري، إلا أنه لم يفلح في اللحاق بها قبل وصولها إلى الخصم. دقائق سريعة مرت على لاعبي سيول وبطيئة بالتأكيد على الاتحاديين جعلت البحث عن الحلول أمرا ملحا ليلجأ أصحاب الأرض إلى التسديد قبل أن يستغل مولينا تواجده بمفرده على قوس منطقة الجزاء وينجح في إصابة المرمى الاتحادي، معلنا تقدم فريقه بالهدف الأول قبل نهاية الوقت الأصلي بست دقائق. ضغط نفسي وبدني داخل الميدان كثف معه الكوريون بحثهم عن هدف آخر وسط استبسال اتحادي لا يخلو من الأخطاء وتألق مشعل السعيد الذي عززه ديمتري بلاعب الخبرة رضا تكر ليدعم العمق الدفاعي، ولتمر اللحظات الحرجة حتى آخر الوقت بدل الضائع الذي أهدر فيه مولينا خطأ بالقرب من منطقة الجزاء ليطلق الحكم صافرته، ويحتفل الاتحاديون ببلوغ نصف النهائي الآسيوي عبر مواجهة ساهم فيها قلب الدفاع بإشعال قناديل الفرح ليكون الأكثر سعادة بين زملائه اللاعبين. مشاهدي برنامج كورة نعود إليكم بصحبة ضيفين الكريمين، الأستاذ عبد الكريم فرح مدير تحرير صحيفة الاقتصادية والناقد والكاتب المعروف، أيضا الأستاذ خالد قاضي الكاتب والناقد الرياضي ومسؤول التحرير بجريدة الرياضية. قبل ما أتكلم، كيف مسؤول التحرير بجريدة الرياضية؟ في جدة. نعم. ورئيس التحرير ما كلمك 3 سنوات هاتفيا صحيح؟ لا بالعكس، كان حصل اجتماع بيني وبين رئيس التحرير وأنا مستمر في الرياضية. لا أنت قدمت استقالتك؟ نعم قدمت استقالتي بناء على لا أنت سؤال كويس اللي فتحت الموضوع هذا عشان بس الناس تعرف اللي حصل. أنا كملت 25 سنة في التأمينات الاجتماعية، فبالتالي من حقي أقدم التقاعد المبكر
ما بقول عمري كم عشان لسان الشباب ان شاء الله وعندي القدره على العطاء واحنا متواجدين دكتور العمر ان شاء الله والمستمعين ايوه ان شاء الله. وانا حبيت يعني اقدم تقاعد مبكر يعني ممكن احصل على لا لا بس لا 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 رئيس التحرير رئيس تحرير جريده الرياضيه الله يمسي عليه بالخير الاستاذ سعد المهدي. انا يعني اعرف من مقربين لك انك اسريت لهم انك جلست 3 سنوات ما كلمك وانت تضايقت وتستقلت. لا 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 اذا كانت 3 سنين مرد علي ويعني ما انا قد كده بارد يعني مو معقول يعني معقول هقدم استقالتي بعد 3 سنين لا يمكن لا 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 مباراة الاتحاد لا بس الموضوع هذا احطكم بصورة. انا قدمت احالة للتقاعد وهذا حد من حقوقي على اساس اني احصل على حقوقي من الشركة ومن حق المشاهد الكريم ان نتكلم عن نادي الاتحاد والاستاذ سعد المهدي ما شفنا منه الا كل خير وقال لي يعني لك الاختيار وانا ان شاء الله بستمر في الرياضية ان شاء الله. وحتى كل واحد ترى يعني ممكن انا يعني زي بيعرف على قصص ابو عنان الله يخليك كثير اعرف على قصص الله يخليك والله العظيم. مباراه الاتحاد كيف شفتها اليوم؟ طيب ممتاز. انا كنت مباراه جده الذهاب كنت بتفرج مع صديق اتحادي المباراه وكنت بقول له 2-1 الاتحاد ما حيتاهل. لما جاء هدف ويندل الثالث البرازيلي في الدقيقه الاخيره قلت له هذا الهدف هو اللي حيأهل الاتحاد والحمد لله صدق التوقع. وبالعكس يعني اليوم الاتحاد فاز 2-1 جده كان خرج من البطوله اليوم. لما نتكلم المباراه اليوم بس كان اختلفت يعني ديمتري يعني ما انا بقول لك لا يعني اخر زيايه الى وقت متاخر وكذا يعني مباراة اليوم لا تحتمل أنه الاتحاد يفتح اللعب بأي حال من الأحوال تمام. ولكن الاتحاد يعني الشوط الأول يعني أنت يعني الاتحاد دافع اليوم بطريقة جيدة ولكن مبالغ فيها وكاد يدفع ثمن المبالغة في الدفاع. ولكن شفنا الاتحاد الشوط الثاني لم يستغل الكرات المرتدة حتى صناع لعب كانوا بيرجع وندي كان بيرجع ديمتري أشرك زيايا في الأخير يبغى يفعل حكاية المرتدات. أنا ليش أقول المرتدات يلعب بطريقة دفاعية وهذا شيء طيب ومطلوب لكن المرتدات هذه تعطي نفس للمدافع انه التقط انفاسه. شفنا الربع ساعة الأخيرة اليوم الاتحاد انضغط ضغط كبير وكاد الاتحاد فعلا هذا شيء طبيعي يعني بسالة حراس المرمى المدافعين أسامة المولد اليوم يأكد من جديد أنه من أفضل المدافعين ولا أقول أفضل مدافع والمنتشري ومشعل صراحة لأستاذ الكريم أبغى أكلمك أسألك عن المباراة أولا ثانيا عن مشوار نادي الاتحاد في البطولة كيف شايف نادي الاتحاد في البطولة الآسيوية؟ طيب البطولة هذه يعني خصوصا أتكلم عن المباراة أتكلم عن نقطة طبعا المباراة أشبعوها المحللين اليوم في كل القنوات تحليلا فنيا وما أبغى أتطرق التحليل الفني يعني بس بتطرق لنقطة معينة هي عيب في غالبية الفرق والمنتخبات السعودية وهي المنطقة اللي بين الدفاع والوسط هذه دائما فيها فراغات كبيرة تصير ما يملأها المحور ملء تام ولا المدافعين لما ترتد الكرة. ولو تشوف الهدف اللي صار في الاتحاد اليوم حتشوف ان المنطقة هذه منطقة فيها فراغات كثيرة استغلها اللاعب وشاد حتى ما كان معاه واحد يضايقه او يعني افتقد حديث فرق ابو هاي معلش ترى ربع ساعة الاخيرة معلش لما اخذ المقاطعة ربع ساعة الاخيرة اللياقة فرقت يعني ولا هذا صحيح قوة الكرة الكورية الاتحاد هذه في كل يعني اللياقة فرقت يعني هل تبغى تقول انه مثلا لاعبين نادي الاتحاد كبار في السن مثلا لا 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 لا, لا شوف برضو الكورين ترى فريق يعني مو سهل انا اقول لك الاتحاد انا سنة في مؤشرات الاتحاد ياخذ الآسيوية قول لي ليش الاتحاد دخل دور الأربعة من بوابتين صعبة الهلال السعودي ترى فريق جدا قوي هذا يعني انا اقول لك الكرة الكورية انا ارى يعني تخيل الاتحاد 3-4 المباراة هم من وجهة نظر متابع وبعد ذلك الفريق الكوري المفروض المهاجم هو اللي يستنفذ لياقته الفريق الكوري إلى آخر ثانية وجات هجمة وصراحة اليوم اللي عمله مبروك زايد ومدافعين الاتحاد شيء أسطوري حتى كاريري أرهق أبو سبعان كتر الله خيره على قد خبرته محمد نور الحقيقة يعني نجم المباراة اليوم مشعل كان مشعل السعيد كان هو نجم المباراة والله أنا يعني كمتابع رياضي ربما يعني رأيي ما إني ما أقوله في حاجة زي كذا لكن أني أرى أن المدرب الفريق ديمتري هذه أفضل مباراة حتى وإن خسر هذه أفضل مباراة تكتيكية لعبها يعني حينما تغلب على الهلال أنا كنت يعني أعتقد
انها كان الهلال ليس في يومه، يعني كان الهلال لم يظهر بالشكل القوي. الاتحاد مع ديمتري لم يؤدي الشكل الجيد في البدايه. انا اعتقد ان اليوم كانت هي افضل مباراه تكتيكيه من ما ادري تتخلف من رايي. عفوا سؤال عبد الكريم، بس لان عبد الكريم ما تكلم، لا عبد الكريم بس اديني جزئيه من ثواني وانا عبد الكريم. ترى احنا نبالغ يا جماعه في مدح المدربين وفي كيل الثناء عليهم. يعني انا دائما عندي مثل اقوله واكرره دائما، المدرب هو الطباخ واللاعبين هم المقادير. ما بس انا بدي اخذ من عبد الكريم قبل ما اطرح. انا اخشى انه تحترق الطبخه بعدين، يعني المقادير مهمه. ان شاء الله ما تحترق، ان شاء الله فريق الاتحاد مع فريق راح يواجه فريق صعب جدا اسمه تشومبوك الكوري جنوبي ايضا. تشومبوك اليوم فايز 6-1، في واحد من اللاعبين سجل 4 أهداف في الشوط الثاني، هذا دليل على قوة الفريق الهجومية. اذا خلينا احنا نتكلم على المستقبل الان، كيف سيتأهل حظوظ الاتحاد من خلال الفوز على فريق تشومبوك؟ هي مباراة في مباراة ذهاب وإياب أول واحدة، وهذا ميزة للاتحاد. مباراة ذهاب راح تكون في جدة. طيب إذن وهذا شيء ما ودك عليك لكن